شكرا على التعليق وشكرا على التنظيم وشكرا تلاقاو هذا المقر اللي هو مقر تاريخي ديالنا واللي ما اللي ما غنخليوهش كاملين غنتعاونو عليه كاملين باش نبدو ليه المجد ديالو، ولكن باش نبدو ليه المجد ديالو خاصنا نمشيو ليه ونتلاقاو فيه والحين شخصيا باش ننظم هذا الملتقى هنايا باش نجيو نشوفو اولا قبل كل شيء انا متفق مع زميل الحكومه وصديقي سي محمد وضعيه صعيبه ما نكذبوش على راسنا وضعيه صعيبه ماشي غير عالميه عالميه متاهله راه مرينا من الجفاف مرينا من عدد ديال المشاكل والاشكالات والحمد لله الحمد لله بدات كتحس ما نكذبوش على راسنا كاين بعض المشاكل اشكال الناس اللي مروا من هذه الفترات انتم اللي مريتوا من هذه الفتره الصعيبه ديال الكورونا ديال الجفاف ديال الى اخره كاين الاثار ديالها باقي الجرحى ديالها باقي وراه ما غاتسالش من هنا والامكانيات اللي عند الحكومه باش تعاون بلا ما ترهن المستقبل باش تعاون بلا ما ترهن المستقبل راه حاضر وبحال اللي قال السي محمد هذا الصندوق ديالنا كامل وكنحاولوا منه نزلوا هذه المشاريع اللي غتبني مستقبل احسن للاجيال القادمه نزلوا الحمايه للناس اللي ما عندهمش ما عندهم حتى باش ياكلوا ونواكبوا المهنيين ديالنا باش هما يحسنوا الوضعيه ديالهم راه هاد التوازن صعيب راه مساهلش راه بحال الواحد اللي عندو خاصو يجي يقفى الدار ويخلص الناس اللي خدامين عندو ويمشي يعاون والديه ويشوف عندو شي واحد في العائله تصور مريض خاصو يعاون الى اخره عدد ديال المشاكل اللي كاينه كتعيشوها نتوما شخصيا حياتكم اليوميه راه تصوروا الدوله كيفاش خاصها تساهم باش تعاونك شنو هو الاختيارات اللي تكون اولا الاختيار الاول هو المشروع الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه راه نتوما اللي بديتو فيها نتوما سباقين في التسجيل ولكن دابا وصلنا للدعم المباشر هاد الدعم المباشر كتقولوا انا الطبقه الوسطى نسينا فيها ياك ولكن ما كاينش شي واحد فينا انا في هاد القاعه من الطبقه الوسطى اللي ما كيعاونش شي افراد من العائله ديالهم اللي هما غيستافدوا من هادشي وهذا غيعاونهم مباشره وغيخفف علينا كاملين شي شويه هذا المباشر غيخفف علينا شويه ولا على الاقل غيطمئنوا على بعض الافراد ديال الاسر ديالنا ولا الناس اللي كنساعدوهم اللي غيستافدوا من هاد المباشر كتقولوا لي الناس تشتغلوا من عدد المقاول الذاتي وتشتغلوا من عدد ديال الحوايج ولكن شوفوا المقاول الذاتي راه 37000 من 500000 اللي كيخلصوا 37000 من 500000 اللي تسجلوا هما اللي كيديروا هذاك راسو وعاوتاني خاصكم تشوفوا راه هاد الضريبه وهاد هادشي اللي كنعطيو للضمان الاجتماعي راه تضامن ملي كتجي تقول لي الدوله خاصها تعاوني حيت انا عندي مشاكل خاصها تجي الفلوس من مساهمات الناس اللي خاصهم يساهموا هاد الناس حنا ملي كنحلو ملي كنا عندنا مشاكل لما كنجي كنقولوا الدوله عاوني اعطيني دعمني تا السيد ديال البنكه خاص تعطيني داك السيد اللي مسؤول اللي يكون في المستوى ديالي تيجي في البنكه خدام في القطاع الخاص وخاصني انا نمشي نراقب باش تحدد المحاور اللي في المستوى ديالي بعد سمعنا القاعده وكاتشي كله مطلوب من الدوله ياك مطلوب منها الكثير ولكن الدوله باش كتخدم ملي كيكونوا عندك الامكانيات خاصك تعاون انا مع السياسه قال لكم كنا شفنا الناس اللي كيساهموا الناس اللي كيخلصوا الضريبه هي الناس اللي كيساهموا داكشي اللي خاصهم يساهموا في اطار التضامن بين المغاربه
شنو هي صندوق ديال الدولة؟ شنو هي الضريبة؟ الضريبة هي التضامن بين المغاربة، كنضامنوا بيناتنا باش نديروا المشاريع ولا باش نعاونوا الفقير. هذا هو، هذه هي الميزانية. راه ما كنسمعوهاش واخا داكشي ما كيطلعش. ملي كيجي كيقول لك أنا ملا بغيت نرد الجميل والناس اللي ساهموا حيت هما في الأزمة، ما غنخلص 5000 الناس أو 37000 اللي كيشتغل ياك بضائع 37000 كيشتغل كيترزقوا هكا من مشاكل، ما كاين مشكل هكا 7000 ما كاين مشكل الحمد لله، حركة حركة خدامة. ولكن مجموع غير 5000 يعني 5000 اللي يخلصوا داكشي اللي خاصهم يخلصوا بالنسبة للمساهمة، كانت تافهة ولا كانت حاجة أخرى، ولكن المساهمة مفروض عليهم. هذا راه إشكال كبير، راه إشكال كبير. حنا بعدا استقلاليين من بلاصة كبيرة، ما كناش نتقبلوا أننا الناس اللي خاصهم يساهموا باش يعاونوا الآخرين ما يساهموش. هذا ثانيا، انتوما المقاولات المهنيه والحرفيه راه خارجين من ازمه خانقه، والازمه الخانقه ما جايهش غير من كورونا او ما جايهش غير من الغلاء، جايه من الاثار ديالهم. الاثار ديالهم اولا على القدره الشرائيه ديال الناس، ماشي غير ديالكم من الفلوس، جيب المغاربه كامل الكيس، وهادشي قلل الاستهلاك ديالهم وقلل الانشطه الاقتصاديه ديالهم. شنو هو الجواب اللي خاصك؟ هو الضخ اموال باش القدره الشرائيه تطلع، مساهمه مباشره، ضخ اموال باش الحركات او تروج السكن الى اخره، هذه هي المساهمه ديال السكن، ضخ اموال باش تنعش الشغل، هذا هو ميثاق الاستثمار. شنو هو؟ غنعطيو الفلوس غير للاجانب؟ لا سيدي، ما غنعطيوش الفلوس للاجانب، غنعطيو الفلوس للناس اللي غيستثمروا باش يشغلوا لنا المغاربه ويشغلوا لنا ايضا الشركه ديالنا، وهذوك المستشارين والمهندسين اللي كيعاونوهم الى اخره، وشركه النظافه الى اخره الى اخره الى اخره. داكشي علاش كنعاونوا هاد الناس؟ علاش كنعاونوا في زلزالينا؟ راه كناخذوا من اموالكم باش يرجعوهم لكم اربع المرات كل ثلاث مرات. علاش؟ حيت السيد اللي غيستثمر 100 مليون ديال الدرهم ويخلق بها 1000 منصب شغل مباشر، ياك هاد 100 مليون غيردها ليا 5 المرات في لي صالير غير في عام واحد. دونك كنعطيه 100 مليون باش يعطيني 500 مليون ديال لي صالير يخدم بها الشباب ديالي، ويعطيني 200 مليون يخدم بها الشركات الاخرين، ويعطيني 100 مليون يخدم بها النقل. داكشي علاش كنعطي 100 مليون؟ هذه هي المساهمة، كناخذ من جيبكم باش يرد الشغل ويرد المقاولات ويرد الحرفيين. هذه هي المعادلة، هذه هي المعادلة اللي كاينة. راه ما تشوفوش كنشدو هاد الناس وكنعطيوهم وما كنعطيوش للآخرين، كنعطيو باش يردوا لنا ويردوا لكم ويردوا الشباب، حيت هذا ديال المقاولات اللي كيشتغلوا مع مقاولات أكبر. نتوما في النقل كتشتغلوا مع مقاولات ما تعرفوش ياك، نتوما في السياقه الى اخره، باش الناس اللي كيشتغلوا راه هما اللي كيجيو باش يدوزوا البيرمي. دونك لا وفرت ليهم منصب شغل راه غيمشي وغيمشي يفكر شي سياره ويدوز البيرمي ديالو. هادشي كله راه الدور الاقتصادي، راه كلشي عنده علاقه بشي. انا سيدي مفتخر حكومه السيد ونموذج بالنسبه لنا تبارك الله، ولكن كانت في زمان اخر. راه اليوم رحنا 14 عام من بعد، الدنيا تغيرت، الوضعيه صعبت، الشباب كثير، المواد غلات، الجفاف كاين، ورغم ذلك الحمد لله المغرب ولا كيخرج راسو وكيبان، الناس كيستثمروا فيه وجاب كوب ديمون والصناعه خدامه، وهو الدرانات غايجي. دابا كتقول لي هادشي مشاريع حكومه، ولكن مشاريع حكومه عندها انعكاس على كلشي،
هي السياحة، سيرة الأجرة 30% ديال رقم المعاملات و 40% ديال رقم المعاملات ديال جهة السياحة. دونك شنو غندير؟ غنعطي الدعم سيارة الأجرة، غنقول له دوز بها الشهرين، هاك دوز بها كل شهر، لا غنمشي نجيب له السواح هما اللي غيخدموا. دونك غنمشي نمشي لأمريكان، نمشي لإنجلترا، نقول نعمر الطيارات باش نجيب له السواح يخدموا معايا. ماشي دعم شركات خارجية، راه كنديرها باش نخدموا. هذه هي المعادلة. دونك ما تشوفوش هاد الإجراءات، هاد الإجراءات كلها حنا كنخدموا غير مع هادو دوكم. راه نتوما هما الأولوية، والمغاربة هما الأولوية. راه فلوسكم باش تخدم، والثقافة ديالنا الاستقلالية باش تخدم. معلوم كاين مشاكل، معلوم كاين إشكال، معلوم بعض المرات كنخليو في الكافي، ولكن نزار نتفق معاك خاصنا نشتغلو عليه، نتفق معاك خاصنا نعطيو الأولوية للجار مقارنة مع صانع واحد اللي كيحتقر هذه الملف، نتفق معاك وخاصنا نشتغلو عليه، ولكن الأولوية الأولوية ديال الجار هي نعشو السكن والبناء، وهادشي الدار، هادشي الدار، هي نعشو القدرة الشرائية ديال الناس باش يشريو الديور، باش يحتوها، هادي هي الأولوية. أما غنعاون الجار، غنجي نعطي شي منحة ولا شي حاجة نجبر بها شراي، إيوا من بعد شراي، نعاود نزيدو المنحة، قبل ما فترة، دوك باش نعاونو الحرفيين، خاصنا ندورو العجلة الاقتصادية، خاصنا نروجو، خاصنا نعطيو القدرة الشرائية للناس، خاصنا نعطيو الدعم للحركة كلها اللي غتكون عندها انعكاس عليكم بصفة مباشرة. معلوم كاين مشاكل، معلوم غيبقاو مشاكل، معلوم كاين الملفات الدقيقة اللي خاصنا نشتغلو عليها باش نحلو، الباب مفتوح، حنا ديال كل، وما عندنا فيها لاي، إذا فرطنا غيعاود يجي من الصورة نعاود نتحكمو، ما كاين مشكل، حنا موجود، ما كنتخبو، كاين عدد ديال المشاكل وكندخل المشكل ديال المقاولة الناشئة والمقاومة الصغرى والمتوسطة. هاد الشباب ولا انطلاقة بالضبط، انطلاقة 67% الاحتراقات ديال عندنا كل أبناء، 67% ديال الشباب اللي استفدوا من انطلاقة ما قدوش يبقوا ديالهم. كنا غنحلو في مشاكل، داكشي علاش كنشتغلوا عليها، كنا غنحلو في مشاكل، علاش؟ هاد الشباب لازمنا بقوة انطلاقة غيوقع له مشكل حياته كاملة. وقبل ما نكملو من دعم انطلاقة قلنا أجي نوقفو شوية ونشوفو شكاين، شنو خاص هاد الشباب، إلا مواكبة خاص. علاش انطلاقة؟ باش نعطيو الشباب الفرصة باش يدير المشروع ديالو. الدولة كتضمن الوضع، كتقول لها القرض أنا ضامنه، عطيه الشباب مزيان، ولكن بقى خرب، بقى سلف، شاب محمس، كيبغى يدير شي حاجة، كيبغى يدير شي مشروع، بعض المرات المشروع ما مدروش، ولكن بعض المرات الباقة كتقول ما مدروش، كانت كتقول ما مدروش ما مدروش، ولكن عندي الضمانة ديال الدولة عطيه. دونك كنمشيو في مشاريع اللي ما عندهمش مواكبة وما عندهمش حدود النجاح، اش كيوقع؟ ماشي المشكل الدولة غتخسر هذيك الفلوس غتعطي الضمانة. المشكل ان 20% ديال داك القرض كيبقى على عاتق داك الشاب اللي ما عندوش، كيبقى مصبوح حياته كامله، ودخلتيه في افلاس من حياته، هذه مسؤوليه ديالنا، وخاصنا نعاونو نعطيو الانطلاقه الامكانيات باش هاد الشاب ولا هاد الشاب المقاول ما يخرجش على حياته، كيتعلم يدير مشروع وتعطيو الامكانيات ويبقى واحد، هذه مسؤوليه. هذه المسؤوليه كنشتغلوا عليها باش نديروا دابا اليوم المواكبه والتخطيط اللازم، باش البنوك اللي كنتو باش نكملوا كتعرفوا مستشار ديال الرئيس ديالكم ولا على راس بنك كاين انا ما كاينش امين الشهر تعرفوا كاملين اولويه اللي تعطاتو كتبقى متابعه للوزاره هي يشتغل معاكم يلا خذ الرخصه هذه واحد الشهر
باش يشتغل مع المقاولة الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، وهذه هي الأولوية ديالو، وإن شاء الله غتكون عندكم البنكة ديالكم اللي غتكون.